بتاعته على 6 سنين من الرياض. راح يوم واحد سوي طلب من مسلم بتاعتي او اسمه بدوي اللي هو من بقايا مطبخ مثل بقايا الفواكه او قشر البيض او قشر البيض. اول شيء حط التراب بعدين نحط عليه شوية مويه ونحط على كل الزوايا فوق الأخير نحط التراب وعلى جميع الأطراف وبصل الأخير هو خشبي نحط عليها موية لن نحط عليها شيء واقف وكل شيء نحط نزع على طرف على طبقات نحط عليه ثلاث تراب دور شوية نحط عليه موية بعد 3 شهور يطلع عندنا هذا السماد هذه النتيجة وبس. إذا عجبكم المقطع تسووا لايك وسبسكرايب وشير. مع السلامة.